السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم نوريا، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو مهمين ولبس عليكم. واللي ما شاركوش في القناة مرحبا بهم في قناة أفكار وديكور نوريا، ومرحبا بي عندكم. فعلوا جرس الكل ليصلكم كل جديد. المهم في هذا الفيديو راح نختار عليكم وصفة اقتصادية وسهلة وبسيطة، فقط أنا ضفت لها الكيكة، يعني الكيكة اللي خدمتها المرة اللي فاتت كانت بقيت لي، كنت يعني حطتها في المجمد، حبيت نزيد نضيفها للبيسكوي. هذا الكيكة فقط بالبيسكوي، يعني اقتصادية، المهم اقتصادية. كما كتشوفوا يعني كتبت لها فقط بالكريم شانتيي من فوق 2000 عام 2021، يعني سهلة ظريفة وبسيطة. كما كتشوفوا الكيكة هي وينها، يعني تجي رائعة وتجي خفيفة. نبدو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا نصف كاس عصير ليمون، حنضيف له الباقي الماء، يعني كاس. عندي كاس تاع سكر، ملعقة كبيرة تاع نشا، 3 بيض، عندي عطر الليمون، وعندي ملعقة كبيرة تاع مارغرين. نبدو نحطو هنا، راني وضعت يعني كاس عصير ليمون مع الماء باش ما يجيناش قارص. نحطوا الكسرونة تاعنا، نحطوا فيها 3 بيض، البيض كاملين. حطوا كاس العصير الليمون مع الماء، حطوا السكر، ملعقة كبيرة تاع نيشا، وملعقة كبيرة تاع مارغرين، يعني كل شيء نديروه مع بعض. نخلطه مليح تقدروا حتى بالفوي اليدوي، انا هنا خلطته بالباتور، حتى بالفوي اليدوي تقدروا تخلطوه، خلطوه مليح. من بعد وضعوه فوق النار حتى تتقل لنا هذيك الكريمه. هنا راح نحطها فوق النار هاوينا حتى تسقلنا بالفوي اليدوي، حتى تسقلنا الكريمة. من بعد نوضع فيها ملعقة صغيرة تاع عطر الليمون فقط باش تعطينا هذيك البنة. نخلطو مليح، نخلوها نغطوها بالورق سيلوفان وخلوها تبرد. هنا عندنا الكيكة اللي خدمتها معكم المرة اللي فاتت، وعندنا البسكوي، تقدروا فقط تخدموها بالبسكوي، المهم البسكوي ما يكونش حلو. وعندي هنا إطار على شكل قلب، نبدأ نحط في الخبزة تاعي. ونحط في البسكوي في الأطراف حتى نكمل الكل معها، يعني نحط عليه الكريمة. هنا نحط عليه الكريمة ونبدأ هنا الإطار، يعني وضعت فيه ورق السيلوفان وحتى في البلاك. يعني باش ما يلصقناش هذاك البسكوي، وبكل سهولة يعني تنحي الكيكة تاعك من الإطار.
أنا فقط عندي زوج أنواع تاع البسكوي، يعني درت النوع الثاني الآخر كملت إيه. وخليكم ملحدين. هنا الكيكة راح نشربها بالحليب، يعني نتقب هذه الفرشات من بعد نشربها بالحليب باش تجينا خفيفة. حتى البسكوي في الأخير يعني تكملوا كل الكيكة تقدروا تشربوه. تقدروا حتى تشربوه بالشابس فقط باش يجي حلو، يعني يشربوا بأي عصير أو حليب. هنا نبدأ نكمل، هنا فوق الكيكة رايحة ندير كريمة الليمون ونبدأ نحط في البسكوي يعني ثاني، يعني نكمل بيه. هو البسكويت الثاني راح نكمل به الكيكة تاعنا، نحط الكريمة. حنكملها كل من بعد. حنايا راح نوضع فوقها الكريمة، كريمة الليمون، ونغطيها بالورق السيلوفان اللي هو اللي يخلينا يعني الكيكة يعني تتنحى من الإطار بكل سهولة. هنايا في الإطار يعني وضعنا، يعني غطيناه بالورق السيلوفان. ندير كل الكريمة. بعد نغطيها بالورق السيلوفان ونخليها في الثلاجة مدة ساعتين حتى 3 سوايع، حتى يعني تمسك مليح. هنا غطيها بالورق السيلوفان وخليها في الثلاجة مدة ساعتين 3 سوايع حتى 4 سوايع.
يعني حتى يعني تتماسك مليح الكريمة، يعني مات يعني بكل سهولة تتنحى من الإطار. وتشوفوها هنا، هنا نبدو في كريم شانتيي. عندي زوج كيسان كريم شانتيي، بودرة شانتيي، نضيف لها كاس ونص حليب. هنا ضفت كاس، من بعد نضيف النص الباقي يعني بشوية، يعني نحاول هنا الكريمة تاعي تكون ثقيلة بزاف. ونشوف الكريمة، راح نضيف لها نص الباقي تاع الحليب غير بشوية، ومن يعني خلطها بالباتور مليح. لكن نخدمها، راح نخليها في، شوفوا كيفاش هاي ثقيلة، خليها في الثلاجة يعني تزيد يعني تتقل مليح. ونولي الكيكة تاعنا، هيا نحيت الكيكة، تقدروا حتى تخدموها يعني للغدوة، يعني تخدموها في نهار يعني الغد للغدوة، يعني تخدموها عادي. هنا نحط الخلاط تاعي، هاوناني قلبت الإطار، شوفوا كيفاش الكيكة يعني اللي وضعتها مع البسكويت كيفاش جات، يعني تي روعة. نبدأ نحي في الكيكة تاعنا من الإطار، تتنحى بكل سهولة، خاطش أنا دايرين ورقة سيلوفان، يعني لابد يعني توضعي ورقة سيلوفان. هنا نحيتها ورايحة نوضع الشانتيي، شوفوا كيف الشانتيي راهي روعة 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 ثقيلة. وخليكم مع الفيديو. هاوي النار كملتها بكريم شونتيي، راح نخليها في الثلاجة يعني حتى تماسك مليح، من بعد نوضع فيها الكريمة، كريمة الليمون. هاي هنا كريمة الليمون، هنا راح نخليها في الثلاجة، كملتها خليها في الثلاجة كذلك. ونبدا ندير بالديغوزاس بالشونتيي، يعني تزيين بسيط يعني كيما حبيتو. من بعد كي درت الديغوزاس كملتهم، رايحة يعني ندير تزيين بسيط كيما تشوفو، راح نكتب بالشونتيي 2000 عام 2021، يعني بسيطة ويعني كيكة روعة مع حبيبات شوكولا في كل شونتيي، يعني تجي روعة روعة روعة. وخليكم على الفيديو وتشوفوها في صحن التقديم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.